يا أرض تركك جدل الجوهر المقدام، جيب الجواهر عقبر الجوهر جريها، نجمي اكتشفها العلم بالكيل والأرقام، وعلي بجسدنا مكان العلم يشفيه. كن لك يا أرض تركك جدل الجوهر المقدام، قوم الجواهر عقبر الجوهر دريها، نجم اكتشفها العلم بالكيل والأرقام، وعلي بجسدنا مكان العلم يشفيه. كن لك مواقف مجد أشرف من الحكام، ولما البلاد احترق بالحرب ماضيها، شو كان عندك أمل ما تطلع الألغام وترجع مياه المحبة على مجاري؟ وكل ما اختلفوا اثنين بضيعتك ما تنام، غيرك يولع النار وإنها وتعمل بسرعة ببيتك محكمة وأحكام، أصعب قضية كنت بالعدل تنهي. غيرك عقدت القبض بيحذر الأختان، ويا ما موارد عن المجلس بيخفيها، وانت الكريم المفي أشرف من الأقلام اللي كنت فيها وراء الناس تمضيه. المهرة الجام والكل قصة عتب في ناس تحكيها، والكل والد هجر في حبايب وأيتام، والكل دمعة حزن في عين تبكي. شرع التقمص إذا بترجع مع الأيام، عايك ضيعة أفضالك ما بتنسيها، بتشوف بعد ورغم ما بعدت الأعوام، محفور اسمك على رخام وذهب فيها. وصل الآن وفد من بلدة غريف الشوف، كما وصل وفد آخر من بلدة عيتات. كيفون وصل الآن رئيس بلدية كيفون. أحرمون إكي
على الرسام والباني راسم طريق الوفا وباني بأوطاني وطولي شجرت الوفا الفيك ملاني خصوم صارت شجرت الوفا الفيك ملاني خصوم تبكي وع اطيب قلب على الحزن دبلا يا رج بلد يا عدل يا قانون يا عقل كله وفا يا طفل يا قلب انساني غبنك يا رج بلد يا عدل يا قانون يا عقل كله وعي يا قلب انساني من شام تسقي العطش فالشرق اسقى عيون وخليت نفسك لنقطة مي عطشان لما استقل الوطن عنا بحماك شامون ما غبت عنا كنت حد الارسلاني لما استقل الوطن عنا بحماك شامون ما غبت عنا كنت حد الارسلاني وما كنت تترك اسم معروف عن معروف اجمعتم في اشرف وطن وتأثبت دياني لما استقل الوطن عنا في مكشافون ما غبت عنا وقف الجن الارسلاني وما كنت تترك اسم معروف عن معروف اجمعتم في اشرف وطن والأشرف ادياني وأرضي تتشرين على كل الجبل بتقول وأرضي تشوف على البارود خلقاني اسألهم بأي زمن اتقالوا بأي زمن خلقان بحرمون بنقول قبل الأرض خلقان لبنان وصل الآن رئيس بلدية المختارة كما وصل وفد من بلدة بيتوت ووصل الآن أيضا رئيس بلدية لقناطية ومختار لقناطية على رأس وفد كبير كما وصل وفد من أهالي بلدة عربون في بيروت ووفد آخر من بلدة قباع اضطيعت الكفك خدمها وكلت بيرقها وعلمها ما ظلمها الدهر مرة قدمت موتك ظلمها Oh.
كفك خدمها وكنت بيرقها وعلمها ما ظلمها الدهر مرة قد ما بموتك غامها العفيفي في سمع رامون وامضى ومجمل وراء الشريفي ما حرمها اي امضى والوراء المش نظيفي لا مضاها ولا ختمها ومر في النفس العفيف سمعها وامضى ومجمل وراق شريف ما حرمها اي امضى والوراق المش نظيف لا مضاها ولا ختمها المحكمة العسكرية العميد سمير القاضي كما وصل النقيب يحيى زياد ووصل وفد من بلدة الهلالية وما ظلمها الدهر مرة قد ما بموتك كما وصل وفد من بلدة عبادية من المسيح ومن رسول الورد جاي مزهري من المسيح ومن رسول الورد جاي مزهري ومسبح النحبوب لولو من الحمر نزف هديه وحول بوضة وكان زولو بساحة النخو القوية ولا تقولوا ما تقولوا جوهرة وحلاص ظلام حبوب نور البدر قدمها هدية وحول فوضى وكان زولو بساحة النخو القوية ولا تكونوا ما تكونوا جوهر روح الله وصل الآن وصل من بدر
وقوات المحاكم اوعن تمشى عبد نهيد وصار فيه الجرح حاكم هادم بلاده بوعيده لو محله يدون حاكم كان عمرها بايده قبل ما بايده وهذا الشعب بنهيد وصار فيه الجرح حاكم خادم بلاده بوعيده لو محله يدوم حاكم كان عمرها بايده قبل ما الهاتف هذا الحرم وصل الان حفظ من بلده تبريد كما وصل رئيس بلديه علي وكذلك عائلة النائب الأستاذ أكرم شهيد على رأس وفد كبير من بلدة علي. ما ظلمها الموت مرة الدماء موتك ظلمها وصل الآن وفد من بلدة شويفات يا جد الله في الحقيقة اسمك الأحباب نادوا كنت بالروح كنت بالنهد الغميقة تنده الأرض وعناده استخلط الروح الطليقة شرعنا الكون وعباده دفت أجداد الخليقة تنتهب للشيط عدمها وصل الآن العميد عصام أبو زكي كما وصل وفد من بلدة سرحون كما وصل الآن العميد عصام أجد الله في الحقيقة اسمك الأحباب نادوا كنت بالنهد الغميقة تنده الأرض وعناده تستخلط الروح الطليقة الشرع هالكون وعباده بس أجساد الغليقة تنتهك للشيط عدمها البلدة الكفت خدمها وكنت بيرقها وعلمها ما ظلمها الدهر مرة هدمت موتك ظلمها الخالق هدايا تفتخر فيها الليالي بالديار وبالصرايا
كنت تسحر عالرداد وش بين من كثر المزايا طل مثل الأرزعالي وإيد من كثر العطايا غار حاتم من كرامة افتخر فيها الليالي في الديار وفي السرايا كنت تسهر عالرجالي وجبين من كثر المزايا طل مثل الأرزعالي وإيد من دق العطايا غار حاتم من كرامة ما لا 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 ما
السهر نفسها بيشهد ضيوف البضيف بيت شادوه الأشدة على البشر قسم الغيف بس أرض ما وكامل على جنب شامل يندغ الخيب مكانه ان اتبع رامون كامل نسر خالد عاقنا وكامل على جنب شامل ينده الخير مكانه ان اتبع رامون كامل نسر خالد عام وصل الان قاضي المذهب الجندي الشيخ نعيم حسن كما وصل وفد من نار حيدر شويبات وكرت بيرقها وعلنها ما ظلمها الدهر مرة قسم الموتى
العجمي كما وصل وفد من الشويسان. وخادر مجمل الشعر حاضر الشعر راح على المقادر يدمع ويبقي طرابة كنت عالحفل يتسابر وكل جوقة عغيابة فقصت فوق المنابر بعدك وكسرت هذا فيصل الأرسان. وصل الآن رئيس البلدية الإشبالية وصل من بلد وصل الآن رئيس البلدية في فرنسا. وصل رئيس الإشبال الأستاذ فؤاد ديان. السيف لرجال الضياف الزرع في الدنيا
الرسول ابن يحسر معاقل مطاف وبالقبور بيها ما ظلم الدهر مرة قد ما موتك ظلم يا شطنها افلترك كاهر كن عايش بالياه مرمر كنت بالمبدا شاغر عن وقع عيني تظهر المعدن ما كان طاهر قيمته بدفنه بيخسر بس ما بظن الجواهر دفنها بيلغي يا كنت بالمبدا شاهر عن وفا عيني تظهر المعدن ما كان طاهر قيمته بدفنه بيخسر بس ما بظن الجواهر دفنها بيلغي يا مها وصل الان وفد من بلده تاهر كما وصل وفد من ال السجن الشويفات ووفد اخر من ال السوقي كما وصل وفد من مدينه العقلين يلا نتعزى سلام السيدي وصل الان وفد من دوحة عرمون آل البحري كما وصل وفد من يا مرمر عاش من نيابك يا حي وصل الان وفد من عائلة آل رشيد الزعلاني.